تواصل محكمة العدل الدولية جلساتها بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بهدف إصدار رأي استشاري غير ملزم في نهاية الأمر. وقال ممثل سلطنة عمان أمام محكمة العدل الدولية، قال إن الفلسطينيين يعيشون تحت الاحتلال والقمع اليومي منذ 75 عاما، مطالبا المحكمة بالنظر في انتهاك إسرائيل لحق تقرير المصير للفلسطينيين. وأضاف على أن العالم يشهد اليوم على إحدى أسوأ الفظائع التي ترتكب في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تعمل على تغيير التركيبة السكانية بالأراضي المحتلة.